النهارده يوم الجمعة، يوم أجازة وكلنا فاضيين وعندنا وقت نطبخ، مفيش تعب بقى، مش جايين من الشغل ومفيش مدارس، يوم جميل قوي. بحب يوم الجمعة نعمل شوية إبداعات كده، حاجات مختلفة. النهارده مش هعمل لكم طبخة كاملة، هعمل لكم حاجة تكون سايد ديش، طبق جانبي نقدر نعمله مع مكرونة، مع حاجة مشوية، بيتقدم دلوقتي في مطاعم كتير قوي، وفي أصلا مشاريع بقت معمولة على الطبق ده. فأنا قلت أعمله لكم ميكس غريب شوية، بس لما نجربه هيبقى مختلف عن البطاطس العادية. النهاردة هعمل بطاطس محمرة، بس هعملها باللحمة المفرومة. طبق كده بيتقدم دلوقتي فيه اكشاك وعربيات مفتوحة بتقدم الطبق ده بس، يعني ما عندهمش ايتمز تاني. المنيو عبارة عن بطاطس بالجبنة السايحة او بطاطس باللحمة المفرومة عليها جبنة سايحة، وبيحطوا على الوش كده قشطة حامضة وشوية خضار، تبقى وصفة كاملة. قلت النهاردة بقى لازم نجربه مع بعض، يكون طبق جانبي نتعلمه تعمل في البيت بمنتهى السهولة. عندي ايه مقادير بطاطس باللحمة المفرومة. هنقطع البطاطس بالطريقة اللي احنا حابينها، انا بحب الشكل ده، وده الشكل الزيجزاج اللي هو بيتقدم في المطاعم، بيتقدم في العربيات اللي قلتلكم عليها. استحملوني بقى النهاردة عشان عندي بداية برد كده، فصوتي بايظ شوية. بس فبنقطع البطاطس كده، في طبعا حاجة صغيرة كده، سكينة صغيرة بتيجي بتقدر تعمل لنا الشكل ده للبطاطس. انا مش جايبة بطاطس جاهزة اللي هي نص مقلية، بحب البطاطس الفريش عشان تطلع كده غنية وتطلع لونها حلو، وهي اللي هتكمل لي الوصفة، فبلاش النص مقلية. بس طبعا لو حد مستعجل، في بتيجي جاهزة بالتقطيعة بكل حاجة، بتبقى نص مقلية، بتبقى جاهزة ان هي تتحمر على طول. لو احنا قشرناها، نختار طبعا بطاطس تحمير تكون ناشفة كده وحلوة، اللي هي الكبيرة وتكون ناشفة، ونتأكد ان هي بتاعة التحمير. هنقطعها بالسكينة اللي هي الزيجزاج، وبعديها هننقعها في مية وخل وتلج. وعندي بطاطس الشيبس اللي هي برضو في مكنة بتقطعها شرايح رفيعة جدا، بندخل البطاطس ونضغط وتقطع شرايح رفيعة جدا، دي نوع تاني من التقطيع. في الاخر البطاطس زي ما احنا حابين، يعني حابينها ويدجز، حابينها تكون زجزاج، حابينها تكون ستريت، حابينها تكون رفيعه. التقطيعه دي حاجه حسب انتوا بتحبوا ايه. بس الوصفه نقدر على اي بطاطس محمره نعمل الخلطه اللي احنا نعملها مع بعض. الخلطه عباره عن ايه بقى؟ قلنا البطاطس انا هستخدم نوعين، عندي بطاطس صوابع زجزاج، وعندي بطاطس شيبس. عندي اللحمة هستخدم لها كيلو لحم مفروم، والوصفة دي مش حلو فيها بقى ان نجيب اللحمة فيها دهن كتير، لان دي بطاطس مش حواوشي، مش بشاميل، فحابين كده الموضوع يبقى خفيف شوية، لان مقادير الدهون اللي فيها تحمير ولحمة وصوص جبنة وقشطة حامضة، مش عايزة ازود الدهون تخليها تبقى كتير. عندي بصل مفروم، عندي ثوم مفروم، جوزة الطيب، زبدة، زيت، فلفل الوان يديني شكل حلو. صوص الجبن السايحة هستخدمها بكريمة لباني، نشا تخم بيها الصوص، جبنة شادر أحمر، ملح، فلفل أبيض، قشطة حمض. ابتدي أول حاجة أعملها أحط اللحمة المفرومة في حلة سخنة، وابتدي أخليها تنزل كل الدهون اللي فيها. دي اول حاجة انا هعملها. عندي ممكن حلة او ووك، عندي حلة تاني ابتدي اعمل فيها الصوص بتاع التشيز اللي هو الجبنة السايحة. هبتدي اعمله ازاي؟ اول حاجة هعملها خالص ان انا هبتدي اسخن، مش اغلي، اسخن الكريمة اللباني. ليه بنسخنها؟ علشان لما احط فيها الجبنة، الجبنة تسيح على طول، مش بدخلها مايكرويف. عشان الناس اللي بتفتكر ان صوص الجبنة السايحة بيدخل المايكرويف، بيدخل المايكرويف بيروح عامل طبقة مشدودة كده زي الجبنة الرومي، لما بندخلها المايكرويف بتروح نحس ان هي قلبت استك، فده لا خالص، احنا مش بنعملها في المايكرويف، بنعملها على النار. لازم تسخن وما تشتش، لازم تبقى على نار هاديه، علشان لو نار عاليه زي اللبن لما بيشيط بالظبط هيحرق الكريمه، فلازم تبقى على نار هاديه كده. اول ما تبتدي تسخن واحس ان هي ابتدت تسخن، مش غلط يعني ملقاش عملت فوم، بحط الجبنه واسيحها على طول. اللحمه المفرومه مش هحط لها دهون كتير، مش هحط في الاول سمنه، انا هخليها تنزل ميتها، ولما تنزل ميتها
ابتدي بقى ازود البصل والزبده وشويه زيت وكده، اشوف هي نزلت دهون قد ايه. بس اللحمه زي ما انتم شايفين لونها احمر اكتر ما فيها ده، لان دي هتتحط على بطاطس، فانا مش عايزه الناس تدوق الوصفه تحس زيت تحت تحمير ولحمه مليانه دهون وفوق جبنه سايحه وفوق قشطه، يبقى الموضوع كتير جدا. فعايزين كده نقلل الدهون شويه. انا دلوقتي بقى هطلع فاصل اجيب الواقي اللي احمر فيها البطاطس وارجع لكم نكمل الوصفه مع بعض، استنوا. ورجعت لكم بعد الفاصل واللحمه ابتدت تنزل الميه بتاعتها. حابه اوريكم كده، بصوا اللحمه انا بتعامل معاها كاني بعمل ستيك. اي لحمه بنعملها بنصدمها الاول وبعدين بنشوف هنزود لها دهون قد ايه، مش العكس. لما بنحط السمنه الاول والزيت والحاجات اللي احنا يعني بنسوي بيها الحاجه وهي اصلا بيبقى فيها دهن، فاحنا بنبقى مش عارفين مقدار الدهن قد ايه، فبنزود تحت وبعدين نحط الحاجه، فممكن نزود دهون نخلي الوصفه تقيله قوي. فدي الطريقه الاحسن، ان احنا الاول نشوف اللحمه هتنزل لنا قد ايه وبعديها هي محتاجه قد ايه من الدهون. ده بيخلي الطعم اقل دهون، وبتفهموا انتم محتاجين تسووا بانهي طريقه وبحجم دهون قد ايه. دلوقتي هي نزلت لي الدهون دي، وزي ما قلت لكم انا مش حابه ان انا اخلي طعمها فيه دهن كتير، علشان هي بطاطس في الاخر انا مش بعمل طاجن، فلازم اراعي الحته دي. وممكن ما نحطش خالص لو حد ما بيحبش الزبده، ممكن ما يحطش نهائي، بس انا بطعمها بديها طعم يعني شويه، فيه شويه دسامه بسيطه. حطيت مكعبين زبده بس وحطيت اقل من معلقه زيت. عندي دلوقتي بحط البصل والثوم في وقت واحد وبسيبهم بقى يتعصجوا كده كلهم مع بعض. وطبعا بنحط الفلفل الالوان في الاخر عشان ما يتبلش ويبقى شكله مش حلو، هو اللي هيزين لي الطبق ده، فمش حابه ان هو يبقى شكله مش كويس. والزيت عندي بيسخن، وعندي دلوقتي الكريمه ابتدت اهي تسخن، بروح على طول مزوده شرايح الجبنه واقلل بقى درجه الحراره عشان ما تلزقش تحت. نقلب ده كده والزيت اهو بيسخن. يعني الوصفه دي نشغل كل الحاجات مع بعض عشان تخلص كده، البطاطس وهي بتتحمر، نكون بنخلص الصوص، نكون بنخلص اللحمه، كل حاجه تسخن في وقت واحد. بنقلل بقى درجه الحراره ونسيب الجبنه تدوب كده جوه الكريمه براحتها خالص، ما نستعجلش علشان تطلع معانا صوصي كده وجميله وتدينا اللون اللي احنا بنشوفه بره. مفيش اي مايكرويف في الموضوع خالص، للناس اللي بتسيح الجبنه في المايكرويف هو مش ساندوتش جبنه رومي، احنا بنعمل صوص، فمش هينفع خالص ان احنا نروح حاطين جبنه في مايكرويف ونتوقع ان هي تقلب صوص، يعني هتنشف وهتعمل طبقه كده مش ظريفه خالص. كل شويه وانا بقلب هلاقي لون الكريمه بيقلب للناحيه الصفراء اكتر، بيوديني ناحيه صوص الجبنه اكتر. بقلب كده براحه جدا ومقلله درجه الحراره علشان ما يحصليش اي شياط تحت. وعندي اهي اللحمه، لما تبتدي تدخل بقى في التسويه بتاعتها في الاخر هبتدي ازود بقى الفلفل والملح وكل المقادير الظريفه دي. دلوقتي عندي البطاطس بصفيها طبعا من ميتها كويس وبنزلها في الزيت، طبعا درجه حراره عاليه، زيت سخن علشان تكون مقرمشه وحلوه. البطاطس دي انا نقعتها قبل الهوا بساعه بخل وملح وتلج وميه ساقعه، ده بيخليها تطلع مقرمشه بقى وجميله ولونها فاتح جدا. موضوع الخل ده بقى مع الملح مع التلج بيخلي لونها جميل جدا، بيخليها عامله زي بتاعت بره بالظبط، مش محتاجين تشتروها نص جاهزه خالص، والتلج بيخليها ناشفه كده. انا هكتفي بالمقدار ده بالنسبه للشيبس، وهشوف الزيجزاج دي بيكون شكلها حلو قوي في التقديم، يعني لو فيها زومه او حاجه بيبقى شكلها احلى من العادي بكتير. حط كده الطبق ده بقى بيقدموه بره يعني ما بين 100 ل 150 جنيه، واحنا لو حسبنا تكلفته احنا هنعمل كام طبق باللحمه وبالبطاطس بالمقادير اللي احنا عاملينها دي
ممكن نعمل 6 اطباق مثلا، وهي سهله جدا جدا. كفي كده، بس نصفي كويس قوي عشان مفيش ميه تدخل في الزيت، واسيبها كده تتحمر. وانا بعمل الصوص وبسوي اللحمه بتاعتي. حابه كده الكاميرا تجيب صوص الجبنه، نقلب كده لحد لما الجبنه كلها، كتله الجبنه كلها الاقيها قلبت لسائل، مفيش تكتلات خالص. لو طبعا بقى الكريمه شاطت الجبنه هتنزل، هتعمل لزقه تحت في الحله. في المرحله دي بقى استغنوا عن الصوص خالص. يبقى انتوا كده غلطتوا في تسخين الكريمه، زودتوا التسخين بتاعها، اخدت الجبنه ولزقت في الحله، هتبقى طعمها شايط. لو كملنا بقى وزودنا كريمه او حاولنا نحل الموضوع ملهاش حل. فما نستعجلش في ان احنا نسخن الكريمه مش نغليها، نستعجلش ان احنا نسيح الجبنه، مش لازم تبقى على نار عاليه، ومش لازم نروح حاطينها ومعليين النار عشان ننجز. لازم ببطء كده لحد لما تقلب زي ما انتوا شايفين معايا، ساحت واحده واحده، اخدت وقتها. بصوا بقى دلوقتي اجيب لكم كده معلقه، نشوف كده مع بعض الصوص وصل لايه. مفيش اي كتله. كاميرا كده تقرب مني واوريكم. بصوا مفيش اي تكتلات، الجبنه ساحت خالص، كنا حطينا كتله كبيره، مفيش اي تكتلات. كده الصوص بتاعي مظبوط. شوف بقى دلوقتي هنعمل ايه تاني. هحط بقى دلوقتي للحمه. اللحمه عندي خلاص ابتدت تستوي، احط لها بقى الفلفل الالوان اللي هيزين شكلها وهيخلي شكلها مبهج، واحط جوز الطيب اللي بيديها طعم مختلف وبيفتح لونها، بيخلي لونها دايما فاتح. واديها شويه بقدونس حلوين. ايه بصوا بقى لون اللحمه بقى جميل ازاي. الالوان بتدي تفتح النفس. لما تتحط بقى على بطاطس يبقى لونها اصفر وعليها صوص برتقاني فوق من الجبنه، الالوان كلها الميكس، تنسيق الالوان يخليكوا تفتح النفس حتى لو مش عارفين، مش عاملين وصفه كبيره وما فيهاش مجهود كبير. يعني هي بطاطس باللحمه المفرومه، بس تقسيمه الالوان من الحاجات الجميله قوي. سيبها بقى تكمل السوا بتاعها واشوف معاكم دلوقتي هنعمل ايه بالنسبه لصوص الجبنه. صوص الجبنه انا بالنسبه لي محتاج يتخن شويه، احنا مقللين عليه درجه الحراره وسايباه اهو بيسخن مع الكريمه، بيتخن. بس انا هزود له شويه نشب ميه قليلين قوي علشان يعمل لي سمك شويه للصوص، لما اجي احطه على البطاطس من فوق يبقى شكله باين كده، ما يبقاش سائل خالص. لو حد بيحبه سائل خالص يسيبه كده، بس انا حابه اتخنه شويه صغيرين جدا. بستخدم مع صوص الجبنه عشان مغمقهوش مبوظش كل اللي انا عاملاه ده، لازم استخدم فلفل ابيض مش فلفل اسمر عشان ما يبوظليش الشكل بتاعه. لو حطينا فلفل اسمر صوص الجبنه شكله هيبوظ خالص، والجبنه بيبقى فيها جزء من الملح فمش بنزود ملح. بقلب كده واشوف انا محتاجه تاني ولا لا، انا بحبه ايه. في مطاعم بتقدمه سائل جدا، يعني عامل كانكم صابين ميه، وفي مطاعم بتقدمه تخين يعني تطلعوا تحس ان في كتله جبنه، فحسب انتوا بتحبوا ايه. انا بالنسبه لي كده هو محتاج تاني نشا، محتاج يتخن تاني. وبالنسبه لي انا برضو هحتاج ازود له قطعتين جبنه. انا هطلع دلوقتي فاصل اجيب القطعتين الجبنه وارجع اعيد لكم تاني عملنا كل حاجه ازاي. استنوني.